زوايا متعددة للمعرض المائي والذي نظمته المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة بقاعة العرض ببركة جراند سنتر، كاشفا عن أهمية المبادرات المجتمعية لإيجاد الحلول المبتكرة في الاستفادة من فاقد المياه بإعادة استخدامها للأغراض المختلفة. قطاع المياه هو أحد القطاعات المهمة اللي أيضا المجلس يركز عليها في المرحلة القادمة، وهذه كل الأنشطة تعتمد على الجهود الباحثين في المؤسسات وأيضا الأفراد إذا كان هناك جزء. فيما يتعلق بالابتكارات الفردية هي أيضا لازم تكون أيضا بمعنى أنها تكون مبتكرة، بمعنى أنها في شيء جديد وأنها ممكن نضيف عليه. المؤسسات والجمعيات الزراعية استعرضت تقنيات الري الحديثة والتي أحدثت فارقا في كميات المياه المستخدمة للري مقارنة بتلك المهدرة جراء الري باستخدام الطرق التقليدية. دورنا هو الحد من استهلاك المياه، وإحنا دائما يعني كما تقول المشاركات في ندوات وفي مؤتمرات داخل السلطنة وخارج السلطنة، يعني دائما نكون متواجدين الحمد لله رب العالمين. دورنا هنا يتمكن في الإفادة بتعظيم مياه الري للزراعة والتوضيح بأن التوضيح بالأهمية الزراعة المائية ونقل الزراعة من المفهوم التقليدي في السلطنة إلى المفهوم الحديث لاستقطاب الأيادي الخضراء. جناح فني لبث الوعي بأهمية المحافظة على المياه، وآخر لاستعراض الأجهزة والمعدات المستخدمة لقياس كميات المياه وفق آخر التقنيات المتبعة في هذا المجال، ستمكن زوار المعرض من إدراك أهمية المحافظة على المياه باتباع الطرق والوسائل الحديثة في استخدامها. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية بركة، محافظة جنوب الباطنة.